عندي عندي انا ما فماش مشكله والبطوله ناخذوها ناخذوها هذا كان عجبني بس انا بقول لهم ما في حد يسمع انا اللي نحكم وانا اللي نحمي وانا النجم ندخل فينا ما اي واحد الحبس يضربوا على الطياره وشو بالنا وهذا كل واحد يشد الجحر اللي خرج منه وهذا هو الريق الرياضي انا ريقله تكون امور واضحه ما تخافش عليك اللي نحكم وانا انا قال الفلوس كانت هذيك خرجناها اخرج وجه.